أسعد الله مساكم وأهلا بكم وحلقة 31 مارس 2014. الحلقة الليلة بدون ضيف. البعض يقول يطرحون أفكار الناس المتابعين، ومنهم يعني اليوم طرح فكرة أحد الزملاء الزميل سلطان بن خميس، يقول ليش ما تطرقون إلى حلقات تكون حلقات خدماتية عن الوزارات، عن الفساد اللي في الوزارات، عن الخلل وكذا. احنا قاعدين نغطي هذا الأمر في أجزاء، ونتحدث أحيانا عن القضايا السياسية، البرلمان والسلطتين التنفيذية والتشريعية، عن الدستور، عن التعديلات وما التعديلات وحركات التيارات السياسية وما إلى ذلك. لكن هذا ما يمنع أنه بين فترة وفترة مثل اليوم راح نتطرق لمؤسسات داخل الدولة أو وزارات أو هيئات مستقلة ونتكلم عنها. الليلة يعني في أحيانا ألتقي مع ناس كنوع من المديح، ما أدري، أو نوع من المجاملة، أو هذا رأي، رأيهم الحقيقي، أعتقد أنه هو رأيهم الحقيقي، يقولون حنا نركز يا أبو سلمان دائما على مقدمة الحلقة، إذا طلع الضيف يا غيرنا المحطة أو صدينا أو كملنا جنجفة أو كملنا سوالف. هذا الأمر حقيقة أزعجنا جدا في فريق البرنامج، قررنا أنه نغير، يعني ما يكون الأمر رتيب ولا يكون لون واحد، ما يكون مثلا نفس الأسماء في المعارضة، واحد فلان وفلان وفلان وفلان. لذلك حتى من زمان حرصنا أن نجيب فريق الحكومة، كل شوي ماخذين واحد، كل شوي، أحيانا بعضهم ما يرضى، وما أكثر اللي ما يرضون. عندنا برامج أخرى تأخذ السياسيين اللي ما يرضون يطلعون في هذا البرنامج باعتبار أنه ما يبي يطلع في هذا البرنامج لاعتباراتها الخاصة. لكن البرنامج ما له رتم محدد ممل ومقولب، يعني لا، مرات بدون ضيف، مرات بضيف غالبا من المعارضة اللي ما تطلع في البرامج في القنوات الأخرى، ومرات يعني يكون أكثر من ضيف ومن أكثر من جهة. على سبيل المثال الأسبوع الجاي المتوقع أنه راح يطلع مشروع ائتلاف المعارضة اللي هو التعديلات الدستورية اللي حاطينها. إذا طلع هذا الأمر احنا بنسقي من زمان، من شهر أو أكثر، مع عدد من الأعضاء ائتلاف المعارضة، مسلم البراك، جمعال حربش، فيصل مسلم، مع حفظ الألقاب، يعني النواب السابقين مسلم براك، دكتور جمعال حربش، دكتور فيصل مسلم، أيضا ما كلمنا بصراحة نكلم أحمد دين، علشان إذا طلع ائتلاف المعارضة ناخذهم في سهرة. بعد ما راح يكون هني في الاستوديو، راح يكون في أخذ دوانية الربع في الكلام الحر، وتكون جلسة وسهرة تمتد على 3-4 ساعات، نتلقى فيها اتصالات من دستوريين وندردش وياهم ونناقش ونفصفص مشروعهم اللي بيقدمونه. هذا مشروع حيوي ويوم تاريخي إذا طلع بإذن الله، المتوقع أنه الأسبوع الجاي بنشوف. إذا ما طلع ائتلاف المعارضة، مشروع ائتلاف المعارضة الأسبوع الجاي، راح يكون ضيفنا إن شاء الله فيصل المسلم. لكن أنا مع من يقول بأن الخدمات في الوزارات متهالكة، السلطة التنفيذية، الحكومة متهالكة. أنا مع ذلك، ومع أن ينشأ برنامج ساخر يسلط الضوء على ما يحدث في هذا البلد، لأن بلد بهذه القدرات المالية يحصل فيه اللي يحصل، والله يبي له برنامج ساخر، بس عاد الله يعينه على القضايا. يعني واحد يكون برنامجه سريع. فكرت في فترة من الفترات أنه يعني يكون مثلا بعد رمضان الجاي ناخذ إجازة برمضان وإجازة العيد، بعدها ناخذ برنامج، نسوي برنامج، نغير شكل البرنامج، أخليه ساعة وبدون ضيف، هذا كانت فكرة، ويكون سريع وساخر بشكل، يعني ما ناخذ القضايا اللي بجدية، ناخذها بسخرية ونعور فيها شوي. لكن يبدو أنه يعني في اختلاف في فريق البرنامج، إلى أن يعني نتوصل إلى الحل ننسق مع إدارة القناة وإن شاء الله نبلغكم، راح نبلغكم أول بأول. طيب، في إحدى الحلقات أعتقد الماضية أو اللي قبلها تكلمنا عن موضوع القوقعة، اللي زارعين قوقعة وطلعنا لكم نماذج منها. وزارة الصحة ما أدري أقول مشكورة ولا أقول أشوى أنها تلاحقت الأمر، يبدو أن وزارة الصحة اتخذت خطوات عشان تحل الموضوع، نقول شكرا. للأمانة نلمس الآن في وزارة الصحة يعني خطوات جيدة في سبيل الإنجاز، على الأقل لو ترقيع الأخطاء السابقة، ما نبي مبادرات. وعدوا أن القوقعة هذه تكون خلال 3 سنوات كما هو في الكتاب،
وعدوا بإنجازات سريعة، ووعدوا أيضا بأن الخدمة تكون 24 ساعة، وعدوا في إنجازات معينة بيسوونها. الأخطاء اللي تكلمنا عليها في الحلقة المخصصة عن القوقعة أو الفقرة المخصصة عن القوقعة ارجعوا لها. وعدت وزارة الصحة بلسان مسؤول يقول انطروا لما نطلع الكتاب، وراح نتكلم ذاك الوقت عن الموضوع، راح نعرض لكم الكتب اللي راح تسويها. بس إن شاء الله يا وزارة الصحة، إذا طلعتوا قرار ووقعتوا على قرار أن ينفذ، وما أكثر القرارات والقوانين في الكويت اللي لا تنفذ. في جزئية ثانية أيضا متعلقة بالصحة، هذه أقولها بمرارة وبألم، مجموعة من الكويتيين مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة، يختصر بالإيدز. مصابين بالإيدز في الكويت 220 كويتي. هذول 220 كويتي كلموني، دقوا علي وشرحوا لي مأساتهم، كانوا في ألم شديد. يقولون أبو سلمان لا نجد، ما نبي اهتمام، نبي شيء عادي، شيء عادي فقط، إذا رحنا نعالج أن نلقى شيء أن نتعامل، يتعاملوا ويانا يعني كبقية البشر، لكن هم يهربون منا. حتى الممرضين، ستاف الممرضين والممرضات، إذا عرفوا بالمرض رغم علمهم وإدراكهم ودراستهم بأن المرض لا ينتقل إلا بالأساليب التالية وبالنقاط التالية، ومع ذلك يبتعد الواحد منا ويعاملنا بطريقة منفرة وفيها إهانة لكرامة الإنسان. لذلك نحن نطلب، هذا كلامهم لي، يعني بعضهم ترى قد يصاب أي واحد بدون ما يقصد، يعني بدون ما يكون الخطأ منه، قد ينقل دم بالخطأ، قد يعني يصاب من آخر بلمس بدم، انتقال بالدم. المهم بعضهم ما هو مخطئ، حتى المخطئ ما له ذنب عياله، ما لهم ذنب زوجته اللي انتقل لهم العدوى، انتقلت لها العدوى، ولا لا. الآن شو يطلبون هالمصابين 220 بالإيدز؟ يقولون نبي عيادة أسنان خاصة، حنا 220 واحد نبي لنا عيادة أسنان خاصة، يعرفون كيف يتعاملون مع طب الأسنان، مع المرضى الإيدز المصابين بمرض في الأسنان، لأي مرض في الأسنان نبي لنا عيادة. هل هذا الأمر كبير يا كويت، يا وزارة الصحة، يا وزير الصحة، هل هذا الأمر يعني كبير أنك ما تقدر تتخذ قرار؟ الناس يعانون فوق مرضهم، فوق الألم اللي فيهم، يوميا يهانون إهانات لا يقبلها إنسان. هذا واحد، نبي عيادة أسنان على كلامهم. يقولون أيضا نبي عيادات لأمراض النساء، وخصوصا الحوامل، خصوصا الحوامل. من كلامهم أن يعني الآن ما ينتقل المرض إلى الجنين، معلومات طبية قالوا لي، يعني سرد كثير قالوا لي، اللي يعنيني في الأمر أن عيادة أسنان خاصة فيهم، وعيادات حوامل تحديدا أو أمراض نساء شامل تكون، حتى لو ما حطيتهم خاصة. هم الناس يقولون ما نبي، مو إلا ضروري يعني عيادات نساء خاصة، حتى لو داخل المستشفيات، بس يعاملوننا معاملة تليق، معاملة بشر. الأمر هذا عندكم يا وزير الصحة ويا وكيل وزارة الصحة. طيب خلونا نشوف مواضيعنا. قبل كم يوم بالسيارة أسمع الرادو وأتنقل بين المحطات وألقى معلق، إي والله يعني أحيانا تجيني لوثات غريبة، ألقى المعلق يتكلم عن مباراة بين نادي الصليبيخات ونادي الفحيحيل. نادي الفحيحيل أعتقد هو الأخير في الدوري، ونادي الصليبيخات قبل الأخير. على الراديو معلق، وجايب وياه محلل رياضي كابتن محمد بنيان مدافع الكويت السابق، تعرفونه. اللافت في الأمر شنو؟ اللافت في الأمر أن الصليبيخات ما عنده ملعب، المفروض على أرض الصليبيخات، فش مسوي الصليبيخات؟ الناس للناس والكل بالله، راح وطلب نادي السالمية، قالهم تكفوني نادي السالمية، أعطوني ملعبكم بستضيف عليه لجان الضيوف لجناب أهل الفحيحيل، أستضيفهم على نادي السالمية، ولعبوا على نادي السالمية. بلد بهذه القدرة و14 نادي، ما أدري إذا زادوا 14 نادي، شباب 14 ها فقط. يقولون القرين بعد دش بس في كرة اليد. طيب 14 نادي كرة قدم،
عندهم كرة قدم 14 نادي ولا قدرتوا توفروا لهم ملاعب مثل خلق الله؟ 50,000 100,000 200,000 للملعب، 200,000 من اللي استلمها الرياضة؟ من زوق الغانم وطلال فهد أثرى أثرياء الكويت. على الأقل تبرعات الرياضيين وينكم؟ تبرعات الأثرياء وينكم؟ اللي يا كثر ما استفدتم من الدولة. ملعب ملعب في مثل الناس اللي تسلف، الناس يتسلفون ملح، احنا نشوفها في المسلسلات والافلام المصريه، يطق الباب يقول دونا شويه سكر، دونا شويه شاي، بعد ما تطلبون منهم ملعب. عندنا جاهز مقطع طاش، اعطونا طاش. اقول ايش رايك نغير المحل بس ولا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله بالخير. هلا. انا اللي جيتكم قبل شوي وكلمتكم عن موضوع الملح خمس دقائق. اي الله يسلمكم. ما نسيتون ابي طول العمر، احنا والله ناقصنا شوي بصل. بصل ايه، نسيت البصل. بصل. نسيت اقول لكم بصل. اعطونا اعطونا بصل يا نزار. الله يعطي يدكم الجنه. اعطونا بصل ابوي وبسرعه. الله يخليكم العين ترجيك. الله يسلمك. الله يرضى عليك. لا لا لا، عز الله عز الله انكم على انت لا ذا ولا ذا كلكم. الله الله يا اخي يجزاكم الجنه. فمان الله فمان الله. خلاص. عليكم. عليكم السلام. كم الله بالخير. خير. هلا يبا. انا والله يبا. انا شوف ناظر، لا تقول انا عارف اني ضايقتكم واني زهقتكم واني ابي عافاك الله. فيما الله جزاك الله خير. السلام عليكم. ما بقى الا ذبايح. حياك الله. اقول شدينا بس هالعينك معك. والله اتوقع نادي الصليبيخات اذا بيروح نادي السلمي المره الجايه بيقول له خلاص علمته، كل مره تطلب مني الفحيحيل وين يروح؟ ما ادري الفحيحيل، بنشوف بعد شوي موضوع الفحيحيل. بس في جزئيه انتبهت لها الان على الهواء، احنا عارضين اللقطه هذه وحاطين شاره وشعار القناه، قناه فنون، حفظا لحقهم. اي واحد نطلع له مقطع من اي قناه نحط. لاحظت في الفتره الاخيره يعني في السنه 2013 و2014 مجموعه من القنوات الكويتيه للاسف اذا طلعوا مقطع لاي قناه سواء من قناه اليوم او قناه اخرى، العربيه، الجزيره، اللي هو يشيلون الشعار، حاطين عليه تضليل بكل بجاحة، إعلان سرقة، أنا حرامي الضحى من النهار. يا أخي خل حقوق الناس، احفظ حقوق الناس، خل الشعار موجود. تبي تقنعني أنك أنت اللي مسوي لقاء مع فلان الفلاني، واضح المذيع أنه من الجزيرة، واضح المذيع أنه من قناة اليوم، خل الشعار يا أخي. على أي حال، في لقطات للفحيحيل، لملعب الفحيحيل قديمة جدا في السبعينات، خلونا نشوفها. هذا لا لا مو هذه يا شباب، لا مو هذه، لا مو هذه، لا مو هذه اللي قبل، ايوه هذه 1973، هذا ملعب نادي الفحيحيل 1973. شوف الملعب، شوف ركزوا على الملعب، شوف الملعب، شوف 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 الملعب. لا تركزون على اللبس والشورت والارقام بالعربي، ركزوا على الملعب، الارضيه وال اعطوني. طيب اللي قبل شوي، هذه 2013 2014، خلينا نقول 2013، يعني عقب 40 سنه على نفس الملعب. شو اللي صار؟ تشوه الملعب، المفروض يكون افضل. ركزوا على الشبرات اللي ورا، شوف 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 الشبره، شوف 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 الشبره، 1 2 3، ركز على الشبرات اللي ورا، شوف السياره وين صافطه. النظام الانجليزي يعني حاطين الجماهير، حاطين الجماهير الانجليزي يحطون لك الجماهير لاصقين في الملعب نفس الطريقة. الفرق 40 سنة، الملعب بدال ما يتطور رجع إلى الأسوأ. أعطونا أعطونا صورة الملعب، شوف 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 هذا الملعب قبل شوي خلناه أبيض وأسود، هذا الملعب بصورة الحقيقة. شوف الملعب، يرحم أبوكم يا حكومة، شوف الملعب. وزراء الشؤون المتعاقبين اللي الآن انتقلت إلى وزارة الشباب والرياضة، إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، هذا لضميركم، شوفوها يعني كاشخين بالألوان. الشبرات اللي وراء يعني اللون الفحيحيل أحمر وأبيض، ها حاطين الشبرات اللي وراء، بالله هذا معقول؟ يعقل هذا؟ شوية حياة، ذرة حياة، خلينا ملاعبنا بهذه الصورة. أنا بعرض لكم الآن
ملاعب للكويت وملاعب مع الدول المجاورة ونقارن. شوفوا شوفوا وين راحت الفلوس هني وين راحت وشلون يتم الصرف على الملاعب والاهتمام بالرياضة. شوفوا المقاطع. هذا ملعب كاظمة، استاد نادي كاظمة. شوف شوف الملعب، شوف شوف الأرضية، أجرب والله ملعب أجرب. الله لا يكثر خيركم. هذا استاد القادسية، هذا ملعب نادي القادسية، استاد محمد الحمد أعتقد شباب. اي هذا استاد محمد الحمد. شوف 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 الملعب، والله يمكن حتى في الصباحية عندنا ما نرضى نلعب عليه. وهذا هذا ملعب نادي الكويت، هذا المفروض اللي نكشخ فيه اذا جاونا الضيوف. هذا يعني ملعب بايرن ميونخ، يعني اللي نكشخ فيه اذا جاونا ضيوف توديهم للديوانيه الكبيره. هذا هذا الديوانيه الكبيره نادي الكويت. شوفوا ملاعب دول خليجيه، وبعلق لكم على كل ملعب. اعطونا المقطع. هذا في البحرين، ملعب في البحرين. شوف شوف المقارنه، شوف المقارنه. تقول لي احنا يعني البحرين اثرى منا. شوف شوف والله ملعب يشرح الصدر ترى، وملعب قديم ها من 86. هذا ملعب محمد بن زايد في الامارات. شوف 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 ما عندهم شبرات صدق ولا سياره صافطه يا مساكين. هذا ملعب محمد بن زايد، شوف بدل الشبرات حاطين مدرجات لونها احمر. هذا استاد الملك فهد، مبني من 86. شوف شوف واضح شو يسمونه عروس الملاعب. شوف هذا استاد خليفة الدولي في قطر، شوف ومبني من السبعينات وتم تحديثه في التسعينات. حنا بانين الملعب اللي قبل شوي في حيحيل من 73، المفروض يكون أفضل ما صار، المفروض على الأقل يحافظون عليه ما صار، رجعونا قبل القرون الوسطى. قطر ايضا جاي في كاس العالم. شوف ايش راح تبني. احنا اذا بنكشخ قررنا نبني استاد، طلع لنا استاد هذا. ايوه والله والنعم. ويلك يا اللي تعادينا. شوف استاد جابر، اتحدى دوله في العالم تقدر تبني استاد وتخليه مغلق. مغلق من اي سنه شباب؟ من 2007 اعتقد، من 2000 او من 2006 مغلق. حنا هني ندعي الديمقراطية وما ندعي الديمقراطية، لكن خلاص راحت الديمقراطية مع الأحداث الأخيرة اللي صارت والقرارات اللي صارت والمراسيم اللي صارت، راحت الديمقراطية طارت في الهواء شاشي. الآن على الأقل اللي أفرحنا أن نتابع الديمقراطيات اللي برا. أمس كلنا تابعنا انتخابات الانتخابات البلدية في تركيا. أعطونا الفيديو شباب. الانتخابات البلدية في تركيا فاز فيها حزب أردوغان. شو اللي صار؟ ربعنا هني في الكويت اللي استانس استانس أكثر من أردوغان وحزبه وعياله، واللي ضد أردوغان حتى في الكويت ودول الخليج وما أكثرهم اللي في دول الخليج انحمسة كبوت. اللي ضاق خلقهم أكثر من الخسرانين من الحزب المضاد والمنافس لأردوغان. إذا جاهز يا شباب أعطونا مقطع خلنا نشوفه. طيب هالايام هذه يعني امس صارت متابعه شرسه جدا من العالم، من غالبيه دول العالم لما يحدث لهذا هذا المقطع. هذه اللقطات لما يحدث في تركيا الانتخابات البلديه، والخليجيين قاعد يشوفونه ويتحسرون واشفط فيها الشاي وعلق. هذا لا ما عندها اردوغان يا رجل ما يستاهل. لا والله بالعكس اردوغان واشفط من هالشاي وعلق. شعوب ما عندها ديمقراطيه وتعلق. حنا والله المفروض ولا كلمة. إذا شفنا انتخابات ديمقراطية ودول صحيح فيها ديمقراطية حقيقية المفروض نسكت ونسوي عشق، نسوي مثل الطالب المجتهد اللي في أول الصف قاعد ساكت. على أي حال طلعت النتائج بفوز كاسح لأردوغان وربعه. الآن هذه يعني هذه اللحظات أمس واليوم، الكبار المحللين السياسيين في العالم توماس فريدمان، نعم تشومسكي، كبار بوشار الفرنسي، كبار المحللين في العالم قاعدين يرصدون، عايشة رشيد، كبار المحللين في العالم قاعدين يرصدون وياهم. واعتقد ان شاء الله الدكتوره سلوى الجسار ايضا من كبار المحللين في العالم، وفؤاد الفضائي راح يجيبون لنا اخبار
ما خلف الخبر يعني التحليلات ما خلف الخبر. لكن اللافت شنو؟ اللافت هو ما قاله محامي الشيخ ناصر المحمد. محامي الشيخ ناصر محمد عماد السيف اسمه، لمن لا يعرفه من خارج الكويت ولمن لا يعرفه من داخل الكويت. عماد السيف يتمنى أو يتوقع ناسيا يعني يتمنى أو توقع أن تقوم ثورة في تركيا ضد أردوغان على غرار الثورة الأوكرانية، على اعتبار أن يعني أردوغان فاسد ولا ما طالب فيه بثورة وأنه من الأخوان ما الأخوان. خلنا نشوف أردوغان الفاسد هذا ايش سوى لتركيا على عجالة بقولها. أردوغان للأسف من فساد ما يعطي مزارع ولا يعطي جيوب ولا يعطي بانيمرات ولا يعطي ولا يشتري نواب ولا شيء، هذا فساد. أيضا تحولت تركيا في دولة من دولة مديونة إلى دولة دائنة، ألغى حالة طوارئ في جنوب شرق تركيا. كان الاقتصاد قبل أردوغان في المرتبة 26 على مستوى العالم، عقبه صار في المرتبة 17 ودخل في العشرين، مجموعة العشرين اللي يجي 20، وأصبح سادس أقوى اقتصاد أوروبي في أوروبا، مو دول الخليج ولا الدول العربية، في أوروبا ينافس. ها داش في أوروبا وحصل على المركز السادس. شوف الدخل القومي كان قبل أردوغان 220 مليار، الآن أصبح 650، أكثر من ثلاث أضعاف أو ضعفين. كانت ديون تركيا لصندوق النقد الدولي قبل أردوغان 23 مليار، الآن يقارب الصفر. كان معدل التضخم فوق 30%، الآن بعد أردوغان نزل إلى أقل من 9%. في عهده تم إنشاء مركز بيلكنت، أو ما أدري شلون ينطقونه بالتركي، مركز طبي، هو أكبر مركز طبي على مستوى أوروبا. أكرر المنافسة مع تركيا، أنا قارنة مع تركيا ما قارنة مع الدول العربية، الوثن العربي هذا، لا لا لا، قارنة مع الدول الأوروبية. أكبر مركز طبي في أوروبا، في 100 غرفة عمليات كاملة، كامل التجهيز، وفي 4000 سرير. وفي قبل أردوغان كانت صادرات تركيا 36 مليار دولار، الآن 113، شوف كم ضعف. ارتفعت الرواتب والأجور ضعفين 200%. بعد أردوغان زاد العمل في البورصة ثلاثة أضعاف، شوف شوف القفزات والنمو، التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية. بعد أردوغان، ركز على الجزئية هذا، بعد أردوغان يوم جاء سوى ميزانية لوزارة التعليم، هي الأكبر بين كل الوزارات، ولأول مرة في تركيا تفوق وزارة الدفاع، ميزانية وزارة التعليم تفوق ميزانية وزارة الدفاع. واللي يشوف كم عيباد وزع، كم اللوحات اللي الذكية ومش عارف إيش، كل هذا التطور التعليمي في عهد أردوغان خلى وزارة التعليم هي الأكثر، الميزانية هي الأكبر. بنى أكثر من 150 ألف قاعة دراسية جديدة في أنحاء تركيا، أنشأ نحو 30 ألف قاعة جديدة خاصة بالتكنولوجيا والمعلومات أو تكنولوجيا المعلومات. عقب وصوله أصبح توزيع الكتب مجانا، ما كان سابقا توزيع الكتب مجانا على الطلاب. أنشأ نحو 50 جامعة، إحنا عندنا الكدادية بس واحدة من جامعاتنا راح تاكلهم كله، تاكل حياة، مثل عصا موسى جامعة الكدادية. في المجال الزراعي كانت صادرات المنتجات الزراعية 4 مليار، الآن صارت 11. قبل كان مجموع التشجيعات الزراعية مليار ونص تقريبا، الآن 5.5 مليار. قبله كان أو بدأت حكومة أردوغان بإعطاء قروض بلا فوائد للقائمين على تربية المواشي. بنى أكثر من 80 منطقة صناعية في أنحاء تركيا، أنحاء متفرقة في تركيا كلها، ما أعطاها ربعه، ما أعطاها سكرتاريته، ما أعطاها، ما شرى فيها نواب، لا لا لا، للصناعيين، دعم المواشي لأهل المواشي، دعم المستشفيات اللي بناها للناس البسطة، ما رسى على شركة ما تقدر وتروح تأخذ من شركة ثانية. ويوم بنى المدينة الرياضية أيضا بنى مدري كم ملعب، ولا واحد منهم تأخر، ابن أمه يقدر يتأخر عند أردوغان. هذه تركيا في عهد أردوغان، ما هي لعبة عيال، ما هو نظام حكومة عربية. يجون يقولوا لك نأمل، يقول عماد السيف، أو نأمل أو نتوقع أن تقوم ثورة في تركيا ضد أردوغان. أنا
بالمناسبة الحديث يجر بعض، لكن بعيد عن هذا كله، النائب السابق بدر الداهم أو النائب المبطل اللي كان في المجلس المبطل بدر الداهم حط أسماء اللي حصلوا على حيازات زراعية، منهم اثنين من ربع الشيخ ناصر محمد وقريبين جدا منه، مديرة مكتبة ومحامية. عطونا إياها يا شباب. ما يجا تهاني غلوم عبد الرحمن محمد، هذه أعتقد كانت مديرة مكتبة أو وكيلة في مكتبة أو شيء من النوع، وعماد سليمان الموسى السيف اللي قبل شوي يتكلم عن أنه يتمنى أو يتوقع ثورة في تركيا. لكن هذا الأمر الناس يقولون ليش خذوا، ما ليش خذ عماد السيف، ليش خذ تهاني غلوم، أكيد بالواسطة وأكيد بالمحسوبية وما تنفيع وما تنفيع، وين عرفنا سبب أنك تهاجم المعارضة ومش عارف إيش. هذا الكلام في تويتر كتب، كل هذا الكلام أعتقد خاطئ، خاطئ جدا. لو تستعيدون أو تعيدون ترجعون بالذاكرة إلى وراء تذكرون وراح تعرفون أن الكويت شرت مزارع رز في كمبوديا، صح؟ هذا يسمونه الأمن الغذائي. الكويت قاعد تأمن غذائها. حكومتنا راح الشيخ ناصر محمد الله يذكره بالخير راح لكمبوديا وشرى المزارع، ما أدري وين راح، يعني وين هالمزارع، ما في ولا صورة ولا أي وثيقة ولا شيء، لكن هو كلامهم أنه راح وشرى مزارع رز. طيب الرز هذا يحتاج له بطاط، يحتاج طماط، يحتاج بصل، يحتاج شبنت، يحتاج بامية. ف يعني أتوقع عماد السيف راح يأمن البطاط، ممكن مرقة بطاط، في أحد يقدر يستغني عن مرقة بطاط؟ علي النعمة إذا تفرغ لها عماد السيف اللي يجيبها أكتاف بطاط وأجود أنواع البطاط، وفي رواية أخرى بطاطس راح يأدي لك، وتهاني غلوم راح تزرع لكم يمكن خس أو أي شيء يعني يصلح للعيش، ما يصير عيش حاف بلد بهذا الثراء عيش حاف. فهذول اثنين أنا متأكد متأكد ومالي إيدي إن ما أخذوها على أساس محسوبية ولا أخذوها يعني عشان مواقف معينة واضربوا المعارضة عشان احنا نسوي لكم نعطيكم ما نعطيكم، لا لا، خذوها لأن الناس هذول كفوا وأهل للتأمين الغذائي للبلد، راح يأمنون البلد غذائيا عماد السيف وتهاني غلوم وبقية اللي نشر أسماءهم بدر الداهم. لكن على طاري الأمن والأمن، يعني المواضيع كثيرة جدا بنسولف على مزاج الليلة. ضاحي خلفان هاليومين مدهر، الدهر تغريدات عن صدام إنه شجاع وما شجاع بدون أي حصافة، وتغريدات وتغريدات، لكن وين راح؟ شوف تغريدات التالية تو بلغوني فيها الربع قبل شوي، أعطوني إياها، أعطونا تغريدات على الشاشة يا شباب، اقروا من اليمين، أنا بأخذ من اليمين وتحت وبعدين اللي صار تحت. المفروض نضع على حدودنا، يطالب بقطر، ها المفروض نضع على حدودنا باتجاه قطر، أنتم الآن على مشارف الإمارة الثامنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على اعتبار أن قطر تتبع الإمارات. بعدين سيناريو إعطاء المواطن القطري جواز سفر إماراتي، وهذا حق من حقوقه، سيعيد لنا دوحتنا وسيجمعنا بأهلنا في الدوحة الحبيبة. وبعدين فقط نصرف جوازات القطريين صادرة من الإمارات ويعود الفرع للأصل في تلاحم وطني. بعدين يرد على واحد يقول أخ محمد أولا نسترجع قطر، أنا أقترح الحل بسيط، بس نعطي جنسية الإمارات لكل قطري وتعود بأغلبية وطنية. بعدين يقولك أول من سواها الدوحة، أول من سماها الدوحة نحن أيام ما كانت تحت سلطة مشيخة أبوظبي. وبعدين يقول لك المطالبة بإعادة قطر أولى من المطالبة بالجزر. حول ولا قوة إلا بالله. بعدين نطالب بإعادة قطر إلى سيادة مشيخة أبوظبي، عودة الفرع إلى الأصل. وبعدين أصلا نحن وشعب قطر شعب واحد، حسبي الله على الاستعمار فرقنا، قطر تابعة لمشيخة أبوظبي من زمان. وآخر تغريدة للأخوة في قطر، رجعوا دوحتنا علينا الله يخليكم، قرقعان، رجعوا دوحتنا علينا الله يخليكم. كلمة الفرع إلى الأصل،
سامح الله الاستعمار أو حسبي الله على الاستعمار، هذول قالوا قاتل الله الاستعمار. من اللي قالها؟ ما تذكرون على الكويت؟ ما تذكرون اللي ختمت بي وليخسأ الخاسئون؟ والله يا ضاحي خلفان ناقصك بس تحط وليخسأ الخاسئون. يا أهل الإمارات يا أهل دبي، والله نحب دبي. والناس يعني قاموا يجهلوني، إن ردوا عليه ابتلشوا يروحوا لدبي، يبون يروحوا لدبي وإن خلوه مصيبة. امسكوا ضاحي خلفان، امسكوا ضاحي خلفان. الناس يعني تغريدة يا أبو خلفان اركد شوي، الله يرحم شيبانك، اركد. شل التغريدات هاي، كل تغريدة أني ألم الثانية جابهم يطهبلها. يقول لك عودة الفرع إلى الأصل وليخسأ، والله ناقصك تغريدة وليخسأ الخاسئون. نرجع لمواضيعنا في الكويت. قبل لا أطلع فاصل بأخذ لي موضوعين على عجالة. في الكويت تذكرون الخطوط الجوية الوطنية، طيران الخطوط الوطنية؟ أنا والله واحد من الناس أحب هالطيران هذا، ما أعرف عن تفاصيل الاقتصادية إلى أن تبينت لاحقا أنه خسر وطلع. شركة خسرت وتحاول العودة مرة أخرى، تحقق يعني تخف خسارتها وتحقق أرباح إن شاء الله في يعني كعادة الشركات. شوف شو يقول رئيس مجلس إدارتهم عرب للجريدة، 2014 سيشهد إعادة تشغيل الخطوط الوطنية ونسعى لإنهاء جميع المديونيات قبل التشغيل. شركة خسرت وتسعى للعودة، 75% من رأس مالها راح. تفاصيل كثيرة جدا ما نبي ندش فيها. الكلام اللي يعنينا احنا، هذه شركة يعني الله يكون في عونهم، خسروا 75% يعني رقم مهول، لكن الله يكون في عونهم شركتهم. كيف اللي دخلنا في الموضوع ان هذه الشركة عندها نظام ماخذة متعاقدة مع الدولة بنظام بي او تي، عندها مبنى بنظام بي او تي داخل المطار، حاولت تبي فلوس عليه. هذا يعني النظام بي او تي، تعرفون اللي نظام البناء والتشغيل والتحويل، مالك حق تبيعه لأي مستثمر إلا وفق اشتراطات معينة، لأن في الآخر راح يرجع للدولة، أنت ماخذ لفترة معينة وبترجع للدولة. شوف اللي قاعد يصير في البلد. أعطونا القانون يا جماعة، قانون رقم 7/2008. ركزوا لي، أبي المشاهد يركز على مجهز الصورة، ماشي على ما يجهزونها. مكتوب آخر سطرين إذا طلعت الصورة ركزوا عليها، لا يجوز. الربع هني عندهم مشكلة، الربع هني عندهم مشكلة، لا ما يشوفونها. لا يجوز، لا هالكبر يجوز، لا يجوز للمستثمر بيع أو رهن الأرض أو المنشآت أو المباني المقام عليها وما سيؤول منها إلى الدولة في نهاية المشروع أو تقرير أي حقوق عينية عليها. لا يجوز أنك تبيع لأنها بتروح للدولة إلا وفق اشتراطات معينة حاطينها في المادة 13. شباب ما يبون بس يبيعونها، لا يبيعونها على المالك، يبيعونها على الدولة، الدولة هي المالك، يبون يبيعونها على الدولة. شلون؟ قالوا والله نروح لمؤسسة بعيدة عن الحساب. قبل لا خلوا الصورة هذه شباب شوي من جهة، قال وين نروح؟ نروح للديوان الأميري، والديوان الأميري مو دولة داخل الدولة، دولة فوق الدولة. النائب رياض العدساني سمع وصل له الخبر أن هالشركة هذه بتبيع أملاك الدولة للدولة للديوان الأميري، فوجه سؤال يا وزير المواصلات يا الكندري، هل هذا صحيح؟ رد وزير المواصلات بالرد التالي، تقدرون تطلعون مرة ثانية شباب، شوف الوطنية عرضت على الديوان الأميري استملاك مبناها. شوف والطيران المدني قاعد يتخذ اللازم، الطيران المدني لإجراء اللازم. بالله هذه بالله شو نقول يعني؟ وبعدين تكلموا قالوا انتم اللي صار لكم سنين المعارضة ما سويتوا شيء. طيب المعارضة عطوكم قانون البي او تي حاطين لك فيها لا يجوز،
ما كتب غلطة المعارضة، ما كتبوا علي الطلاق لا يجوز، تكفون لا يجوز، ترى ممنوع. شو يقول لكم أكثر؟ شو يقول لكم يا وزير المواصلات؟ ايش تبي أكثر؟ وعلى أي أساس الديوان الأميري داش يبني ويطرد ويقنص ويذبح ويصلخ ويشوي ويأكل؟ على أي أساس الديوان الأميري؟ مساكم الله بالخير. مستشفيات تبون تبنون، بي او تي تبون تاخذ، وين قاعدين؟ شو اللي قاعد تسوونه؟ شو اللي قاعد يصير في البلد؟ اموالكم يا مواطنين تروح لكبار التجار الفاسدين مع حكومه فاسده ضاربه في اطنابها في الفساد. شوف تابعوا ايش راح يصير. هل تشتريه الدوله هي المالك؟ يجيك واحد ياخذ منك سيارتك ويقول انا باخذ سياره بستثمرها يومين ثلاثة وبرجعها لك، ترجعها لي مثل ما هي، أو تأخذ مني شيء بفلوسه تشتري سيارة وترجعها لي، يروح يبيع لك السيارة. يا بابا ملكي، هذه لي، هذه للدولة، تبي تبيعها لي؟ إيه بيبيعونها له، وراح يشتريها الديوان الأميري بأموال الدولة. اللعب الثاني وين؟ جزئية أخرى. تذكرون مستشفى الجهر وتكلمنا عنه وسحب، سحبت المناقصة، رست المناقصة على شركة اسمها شركة برهان. طلعنا لكم بالتفاصيل كل ذاك الوقت، وقلنا لكم الديوان شو اللي قاعد يصير فيه، وقلنا لكم الشركة شنو العجز اللي أمامها، عجزت تبني المستشفى، مستشفى الجهرة. كنسلوها، كثر الطق عليهم وكثرنا عليهم الكلام، كنسل الأمر، طرحوا المناقصة من جديد. الشركة فضت الظروف، افتحوا الظروف عشان المناقصة يشوفون من الأرخص. من جديد أهلا بكم، ونتحدث عن إحدى مؤسسات الدولة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ملايين، إذا سمعتوا اسم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فاعرفوا إنها ملايين بلا راعي وبلا حسيب وبلا رقيب، ومنجيب التفاصيل بعد شوي. سبق أن تكلمنا عنها، تكلمنا عنها بخطوط عريضة، بعض الشرفاء اللي فيها واللي كانوا فيها مدونا بكثير من المعلومات وبالوثائق والمستندات. في حلقة من الحلقات، ما هي الأخيرة مع السعدون، ما هي الأخيرة اللي استضفت فيها أحمد السعدون، لا اللي قبلها، اللي قبل الأخيرة، قال يتكلم فيها عن تصفية البلد، تكلم أيضا فيها عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. الأمر الثاني، انتظر أيضا، ما عندي معلومة مؤكدة، بس أيضا في حديث أن مؤسسة الكويت التقدم العلمي أيضا قاعدين يشتغلون عليها، ونفس الأطراف ترى. لا، المعلومات الآن بنعطيك إياها يا أبو عبد العزيز وبنعطيها للمشاهدين، خذناها من عن مؤسسة الكويت التقدم العلمي. مبدئيا عشان تعرف المؤسسة، تأسست في 12/12/1976، يرأسها دائما، يرأس مجلس إدارتها سمو أمير البلاد، يعني ما هي رئاسة تنفيذية، رئيس مجلس الإدارة، من المؤسسات اللي يرأسها سمو الأمير. تأخذ 5% من الشركات المدرجة في البورصة كانت في البداية، بعدين قامت تأخذ 2.5% من أرباح الشركات المدرجة في البورصة. الآن كثرت الفلوس، الآن وصلت إلى 1% فقط من أرباح الشركات المدرجة في البورصة. أنا الشركات المدرجة في البورصة ما أنا خايف عليها، ربعنا نعرفهم. المشكلة وين؟ المشكلة أن لا هي قطاع عام فيراقبه مجلس الأمة وديوان المحاسبة، ولا هو قطاع خاص، ولا هو بالنص، خليط، ما أدري شلون صاير. لا برلمان يراقبه، ولا ديوان محاسبة، ولا هي جمعية حتى نفع عام عشان تراقبها وزارة الشؤون ويحاسب عنها وزير الشؤون. هي تخضع للقانون الأهلي، أنا أقول تخضع للقانون السبهللة. مئات الملايين منثورة على الطاولة ولا حسيب ولا رقيب. شلون؟ تخضع لرقابة جمعيتها العمومية، الجمعية العمومية تشكل منها الشركات اللي تدفع تساهم،
وتجتمع الجمعية العمومية تعقد كل 3 سنوات. كل 3 سنوات آخر اجتماع لها، المفروض كل 3 سنوات آخر اجتماع كان 2003 مع أردوغان، يوم فاز أردوغان أول مرة يطلع اسم أردوغان للعالم 2003 آخر اجتماع وسلامتك وتعيش. ما عاد في رقابة، ما عاد في أي اجتماع للجمعية العمومية، لم تعقد من 2003. ترك الأمر الجمل بما حمل والقافلة بما عليها في يد عدنان شهاب الدين، الدكتور عدنان شهاب الدين مدير المؤسسة العامة للتقدم العلمي. مئات ملايين بدون رقابة. الموجودات الآن، عطونا الصورة، الموجودات الآن فقط إجمالي الموجودات في 2010 بتكون واضحة أمامكم على الشاشة، و2009 هذه، شوفوا الباراجراف الأول 604 ملايين و24 ألف 666 دينار كانت في 2009، الرقم اللي جنبه تشوفونه 589 مليون، احنا نتكلم عن مليون، ها 604 ملايين. طيب روحوا لثاني سطر من فوق، مكتوب ودائع لأجل 499 مليون و978 ألف، يعني 500 مليون ودائع عندها فلوس وحطتها ودائع. فاللي يجيها الآن مو بس من 1% من الشركات، حتى يجيها من ودائع يطلع لها سنويا 30 مليون 40 مليون 50 مليون، قول 40 مليون النص سنويا، أرباح 500 مليون احسبوها انتم، شوفوا الودائع كم في البنوك محطوطة وديعة، شوف كم الفوائد اللي عليها، كل هذه وبلا رقيب. أكرر، بلا رقيب، تركت لشخص اسمه دكتور عدنان شهاب الدين، عنده مؤسسة موجوداتها 604 ملايين ولا عليه أي رقم. هذا الكلام 604 ملايين في 2010، الآن احنا 2014، عليكم الحساب وتخيلوا شوفوا فوائد الوديعة وغير 1% اللي يجي من الشركات واحسبوها. سابقا كان خصص لنص مليون دينار لرئيس المؤسسة، نص مليون دينار يصرف منها على الأشياء اللي هي الطارئة اللي ما حسب حسابها في الميزانية، فخلوا لي نص مليون ونجتمع ونتناقش في النص مليون هذا وين نصرفه، وراح نصرفه في الجهات اللي تستحق وما حسبنا حسابها في الميزانية، منطقي معقول. صاحبنا الدكتور عدنان شهاب الدين خذ تفويض على بياض من مجلس الإدارة، أعطوني النص مليون أنا أتصرف فيه بمعرفتي في مشاريع على ألا يزيد ما أصرف على المشروع الواحد 25,000 دينار، بس النص مليون هذه ما بي رقابة مسبقة منكم ما بتناقشون فيها. وقعوا له نص مليون دينار. كم صرف يا جماعة في حوالي 300,000 صرف في 2010 ولا 2011؟ في 2011 300,000، 2012، 2013 ما أدري. والله لو عندك أقمار صناعية تحداك، يلا اطلع يا مدير مؤسسة وقول صرفت كذا وكذا في المواضع الفلانية وفي الأماكن الفلانية نص مليون دينار، يعني هذه الملايين كلها بلا رقيب، الآن كمؤسسة ما عليها رقيب، الآن هو نص مليون عنده يتصرف فيه براحته. بعطيكم، يعني هو يتعامل بنظام أعطوه صرة من المال، تذكرون قبل أيام الخلفاء الأمويين والعباسيين أعطوه ناقة وصرة من الدراهم، والله نفس الموضوع، البلد مكركب، فوضى، رشوة في كل مكان، فساد في كل مكان، دوشة خارجية وداخلية. اللي ما يعبث هالأيام هذه ما عاد يعبث، والله يا واحد ما يعبث وهو يبي يعبث في هالفترة هذه أغبى من الغباء، وهو ناوي يعبث ولا يعبث الحين غلطان. واحدة من المواضيع، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا دزت كتاب لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، يا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نبي تتحملون مصاريف
بحث معين، وهذه وظيفتها يعني مهمة، إحدى مهام المؤسسة. نبي تكفلون بهذا البحث. فشي يسوون المؤسسة؟ قالوا كالعادة نجيب محكمين من برا، من داخل الكويت ومن برا. جابوا أسماء، عاد اثنين محكمين أستاذ دكتور من كلية التربية، وجابوا محكم أستاذ دكتور أيضا من جامعة مؤتة في الأردن، وجابوا محكم أستاذ دكتور من جامعة في أمريكا. جابوهم هذول كلهم في المرة الأولى رفضوا، قالوا أبدا الموضوع لا يستحق. فردوا عليهم مرة ثانية قالوا نبيكم تسوون تدفعون مصاريف البحث. راحوا جابوا محكمين ومقيمين من داخل ومن الخارج، قالوا الأمر هذا ما له جدول، ما مستحيل غلط، رفضوا المحكمين والمقيمين. مرة ثالثة أيضا رفضوا المحكمين والمقيمين. خلاص المفروض ثلاث مرات طالب بالثلاث، قالوا لك لا غلط، هذا ما يصير، هالمشروع هذا البحث هذا خطأ. راحوا دزوله بقدرة قادر صاحبنا، ايش سوى؟ شوف ايش رد عليهم مرة. قامت الإدارة رد عليهم، ردين على الجامعة. مشروع بحث يقول قامت الإدارة، شوف الفقرة الثانية، ايوه، بمراجعة مقترح المشروع وأخضعته للتقييم العلمي على ثلاثة مراحل بصورة استثنائية. شوف الاستثناء، للوصول إلى صيغة قابلة للدعم. ولقد أجمع، مو بالغالبية، أجمع المحكمون على عدم جدوى تمويل المشروع بناء على العديد من الملاحظات العلمية. وبقدرة قادر، أعطونا الوثيقة الثانية يا شباب، يوافق صاحبنا الوالي الدكتور عدنان شهاب الدين ويعطيهم مبلغ 10,000 دينار. أوكي مبلغ سخيف يعني، 10,000 دينار في ظل هذه الملايين اللي نسمع عنها يمين يسار، مبلغ سخيف يعني، لا يذكر، يكاد لا يذكر. لكن الكلام وين المنهجية؟ وين الإدارة؟ وين المحكمين اللي تأخذ آراءهم بعد تضربهم في عرض الطوفة؟ من أعطاك الصلاحية يا خليفة المسلمين يا والينا؟ على أي أساس تصرف 10,000 ولو دينار واحد من جيبك؟ كريم يعني، كريم سبلة بن مهيد تثر هالآلاف، كفو. هذا واحد من أمثلة عديدة. يمون عدنان شهاب الدين على أموال الدولة، دفع 10,000. المحكمين يقولون لا لا بالثلاث، ثلاث مرات وبصورة استثنائية. والأخ يقول لا يمشي. هذه قد تهون بعض الأمور المالية. الأمر وين وصل؟ صاحبنا عدنان شهاب الدين الوالي كان مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية، صار الآن مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ما يطيح اللي متساوي. يوم كان هناك في معهد الكويت للأبحاث العلمية من 76 إلى 86 كان مدير، سووا بالكويتيين المفروض تكويت، ها، تطفيش علني علني. الآن هنا في مؤسسة الكويت التقدم العلمي سوى خطة اسمها، شباب أنتم مجهزين لي المصافحة الذهبية قبل المقال، ها، سوى خطة اسمها المصافحة الذهبية. اقروا لي الفقرات. المصافحة الذهبية يقول بشرط، هو يبي يطلع الناس الكويتيين الموجودين المسؤولين، فقال لهم المفروض لهم 24 شهر نهاية خدمة، قال لا لكم 18 شهر مكافأة نهاية خدمة، واطلعوا خلال شهر، اللي ما يطلع خلال شهر ما ياخذها. بشرط أن يكون الموظف كويتي الجنسية، يعني اللي بيطلع لازم يكون كويتي، أن يكون قد أمضى 20 سنة المفروض هو، وهذا العرض سوف يكون سارياً لمدة شهر واحد فقط اعتبارا من تاريخ اليوم. جميل. الرجال عرف عنه يوم كان في مؤسسة معهد الكويت لأبحاث تطفيش الكويتيين، بنجيكم الآن بالأرقام، جاهني في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقال يلا الكويتيين اللي
أمضى الفترة هذه 20 سنة لك 18 شهر مكافأة نهاية خدمة وطلع خلال شهر، اللي ما يطلع ما ياخذ. كل واحد من كل المدراء طلعوا، مسؤولين هذول طلعوا بلحق 18 شهر، يعني ما هي لعبة عيال. إلا واحد قال أنا بقعد. الواحد هذا يوم قعد أقاله أقاله، وكان أيضا يعمل في شركة تتبع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أقاله من هناك قضب الباب، كان مدير مالي. صارت زوبعة جابه، فالمدير المالي هذا شو يقول؟ اللي هو يوسف المجلهم، ونوجه له تحية، وما أكثر الشرفاء في الكويت، يوسف المجلهم أحد شرفاء الكويت ويستحق منا التحية والاحترام. هذا الرجل فصل وقيل لأنه ما قبل المصافحة الذهبية هذه. صارت زوبعة رجعه، قال له بعطيك 2500 دينار تعال داوم يوم في الأسبوع. قال لا، قال ساعة في الأسبوع. قال لا ما بي إلا 2500، خل 2000 عندك وعطني 500 دينار وبداوم، بس خلني أطلع على أنا مدير مالي. قال لا أنت مستشار مالي. راح هذا يوسف مجلهم لعدنان شهاب الدين، قال يا دكتور عدنان، يجب أن ندعو الجمعية العامة للانعقاد تراقب مصاريفنا. قال لا تجيب لي هالطاري ابدا 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 ابدا، صك الموضوع، لا تجيب طاري، انخرش. وفصل يوسف المجلهم، فصل يوسف المجلهم وفصل قبل استقالة البقية، عشان بحجة شنو؟ تجديد الدماء. المفروض اذا طلع كويتي يحل بدال الكويتي، اوكي ماشي. الكويتيين اللي طلعوا حل مكانهم غير الكويتيين، خذ من الجنسيات عد وخربط، اهم شيء ان الكويتيين يطلعون. كويتيه شهادتها ماجستير عينت براتب 800 دينار، في مقابل اردنيه شهادتها دبلوم عينت سكرتيره براتب 1200 دينار. كويتيه ماجستير 800، الاردنيه دبلوم وراتبها 1200. في شيء على الكويت، في شيء على الكويتيين، في 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 شيء في داخل عدنان شهاب الدين على الكويتيين. ايام ما كان في معهد الكويت الابحاث، ايام ما كان في معهد الكويت الابحاث كتب مقال سنه 86، وكان من 76 ل 86 صارت بلبله على احنا شلنا اسم الكاتب لانه برغبته. شوفوا لي فقره بقراها لكم. فإذا لم تكن تلك الميول الدفينة، يتكلمون عن تطفيش الكويتيين، تلك الميول الدفينة والمتأصلة في التركيبة الإدارية للمعهد، فإذا بماذا يمكن أن نفسر استقالة ما يقارب من 115 من الكفاءات الكويتية منذ عام 1976 إلى يومنا الحاضر اللي هو 86؟ هذا الكلام في 10 مارس 86، أي بمعدل واحد لكل شهر ولفترة امتدت على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى أعداد من الكفاءات الكويتية الوطنية الأخرى رفض طلبها للالتحاق بالعمل. شو اللي صاير يا دكتور شهاب الدين؟ نفس الكلام، نفس العقلية، نفس المنهج في تطفيش الكويتية يوم كان في المعهد، حطوه في المؤسسة الكويت التقدم العلمي وطبق نفس المنهج تطفيش الكويتية، طلع كويتي ووظف غير كويتي. في شيء ما يبي الكويتيين يطلعون عليه؟ في شيء ليش معنى الكويتيين يطلعون؟ شنو هي نوعية الناس اللي تجيبهم يا دكتور شهاب الدين؟ أنا أقول لك وأقول للمشاهد شنو نوعية الناس. أيضا من ضمن الأسئلة اللي محطوطة، من ضمن الكلام اللي ثار ذاك الوقت في 86، أسئلة برلمانية، سؤال من الربعي الله يرحمه الدكتور أحمد الربعي، ما هي نسبة الكويتيين من إجمالك، وما هو عدد الكويتيين الذي قدموا استقالاتهم؟ يتكلم سنة 86، وما هو عدد الكويتيين الذين تقدموا للعمل ويعني خلال السنتين اللي طافوا، وكم عدد الذين تم قبولهم؟ ثار كلام عليه ان هذا الرجل فيه شر تجاه الكويتيين. ايضا مبارك دويله، ايضا عباس الخضاري، وجهوا كلهم اسئله عن موضوع التكويت وبعض المسؤولين فيه.
شو اللي قاعد يصير؟ ليش يطلعون الكويتيين؟ لسبب. السبب هو انه يبي يتعامل مع ناس بعثيين. تعامل مع ناس بعثيين. مع البعثيين لذيذ قوي ورايق، مع الكويتيين شايل العصا وشحت. يلا مع البعثيين شوف ايش قاعد يسوي. هذا واحد اسمه بعثي اسمه خير الدين حسيب، شوفوا فرته، شوفوا خشته. هذا بعثي عراقي، هذا سنة 2008 يطالب بإعادة إحياء البعث ويطالب بأن يدمج البعث السوري مع البعث العراقي. لا، وأكثر من ذلك، يطالب بفتح ملفات الديون اللي لدول الخليج على العراق، يقول اللي بما فيها يعني أيضا تعويضات الكويت وديونها على العراق. يقول لا، المفروض أنتوا اللي تدفعون، مو حنا اللي ندفع يا العراقيين، لا أنتوا اللي تدفعون، لأن صدام كان يحرس البوابة الشرقية. شوف فكر صدام نفسه، نفس الفكر. وبعدين راح وضرب في الملك عبد الله بن عبد العزيز، وضرب في الأمير بندر بن سلطان ضرب، واتهمهم أن هم اللي طالبوا بتسريع إعدام صدام، وراح نهج فكر بعثي قح. هذا خير الدين حسيب له علاقة جميلة جدا مع صاحبنا شهاب الدين. شلون؟ عنده مؤسسة خير الدين حسيب. المؤسسة هذه أسست في لبنان سنة 2012. هو مركز دراسات، مؤسسة يعني مركز دراسات تطلع كتب وتتبنى كتب وتنشر كتب والكلام هذا، أسست في لبنان. شوف شهاب الدين سوى حق خير الدين. شهاب الدين الكويتي سنة 2012 خلى المؤسسة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تدعم المركز اللي أسسه البعثي، دعمت المركز واشترت كتب واشتركت في إصداراته مدى الحياة. مدى الحياة دعم. يلا روح. وهو كاتب شكر خير الدين، يشكر شهاب الدين. اعترض واحد من أحرار الكويت اسمه جمال بورسلي، معني في مؤسسة الكويت التقدم العلمي، اعترض قال لي ما يجوز ما يصير، واستقال. اقضب الباب، هذا بعثي تزعل لي بعثي، اقضب الباب. المصيبة الأكبر شنو؟ المصيبة الأكبر وين؟ في مؤلفات بعثية في هذا المركز البعثي، أشهرها لسعدون حمادي. سعدون حمادي اللي كان رئيس الحكومة في عهد صدام. هذه الفواتير أجلوها شباب لنا شوي، أجلوها. سعدون حمادي المفروض مفكر بحسب خير الدين، هذا اللي عنده مركز في لبنان، مؤلف كتب. سعدون حمادي تعرفونه، كان رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، وكان أعتقد رئيس الحكومة، هي رئيس حكومة أيضا، وهو أول بعثي عراقي. سعدون حمادي رمز يشكل البعثيين، بعثي أول بعثي عراقي بأموال الكويت وبإدارة شهاب الدين أخونا الوالي الدكتور عدنان شهاب الدين، تشترى أعمال سعدون حمادي، تشترى أعمال سعدون حمادي البعثي. مو أي بعثي، رمزي، يشكل رمزية لأنه أول بعثي عراقي، ويدعم المركز مدى الحياة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لأنه كان من غير بواب. شوف الفواتير، فواتير جاهزة يا شباب. شوف حاطين له دائرة على الأعمال الكاملة للدكتور سعدون حمادي، ثلاث مجلدات. وبعدين مشروع الوحدة العربية ما العمل دكتور سعدون حمادي، وبعدين الفكر القومي، وبعد شوف شوف هالفواتير هذه كلها، دعم للمركز عن القومية العربية ومشروع الوحدة العربية ما العمل الدكتور سعدون حمادي بأموال الكويت.
تشترى اعمال السعدون حمادي اللي تعرفونه كلكم وتعرفون دوره في البعث، تعرفون انه من اصحاب القرار في الهجوم على في غزو الكويت واحتلال الكويت وتشريد اهلها وقتل ابنائها ومسح البلد من الخريطه. مؤسسه الكويت للتقدم العلمي تشتري كتبه وتدعم المركز اللي ينشر كتبه مدى الحياه في مقابل تطفيش كويتيين فيه بلا ما يبي يشوف اي كويتي. طرد اللي ما استقال يطرد. شكرا لك استاذ يوسف المجلهم، كثر الله من امثالك، واستاذ جمال بورسلي. ونامل باذن الله، انا اقول الان للدكتور عدنان شهاب الدين، يا دكتور عدنان اطلع في هالبرنامج ولا غير البرنامج؟ قبل لا تطلع احنا بنعد لك الاسئله، بنعد الاسئله اللي بيستضيفك، اذا بتستضيف بتقبل تجي حياك تعال. احنا ما عندنا مانع نستضيف ايا كان من اي لون مهما كان الفساد اللي عليه، مهما كانت الشبهات التي تحوم حوله. تعال واشرح للناس. اذا خايف وفي بطنك ريح هذا شيء ثاني. لكن لك حق. البعثيين اولى من اموال الكويت، الكويتيين في ديرتهم. اولى ان تصرف اموال الكويت على بعثيين ولا تصرف على ابناء الكويت. بعد الفاصل ساتحدث عن مينا الشعيبه، وانا خليت الشيء الثقيل لاخر الحلقه. ابقوا معنا. الجزء الاخير وخلينا فيه الشيء المؤلم اكثر ايلاما، كل المواضيع يمكن كانت مؤلمه لكن هذا الاكثر ايلاما، موضوع مينا الشعيبه. مينا الشعيبه تكلمنا عنه سابقا، وتكلمنا عن ان الموانئ تغير مجلس ادارتها، الناس ضجت فتغير مجلس الاداره وتكلمنا عن هذا الامر. مينا الشعيبه من اخطر البقع في الكويت، هو بحد ذاته خطر لانه يستقبل باخرات وتطلع منه شاحنات وش اللي يدش فيها ومن اللي يطلع والتفتيش اضافه الى ان موقعه ما بين مينا عبد الله ومينا الاحمدي، ملاصقين لمينا الشعيبه، اضافه الى 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 المصافي والموانئ تصدير النفط. مينا الشعيبه بالنص، شوف الخطوره. مينا الشعيبه من اخطر البقع في الكويت. شلون تتعامل ويا الدولة؟ أولا خلينا نشوف حالته شلون صايرة. والله أعتقد يعني لو كلب، أجلكم الله، كلب بس عنده شوية ليمر متلطم ولا يرضى يعيش هناك. مبنى مترهل، مبنى خرب، البوم، شوف 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 شوف، من أخطر الموانئ في الكويت وأخطر البقع في الكويت. شوف 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 الأرضيات، شوفوا شوف يا ناس ليش تسوون في البلد؟ والله 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 لو تكرهون الكويت ما تسوون فيها اللي تسوونه. والله حالة، احنا اختصرنا لكم الفيديو هذا مقطع لأنه عشان الوقت يعني، لو تشوفون بقية المرافق في 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 المينا تحس. شوف شوف الأرضية، شوف الأرضية، شوفوا أرضية مينا جبل علي. الإدارة اللي تدير جبل علي هناك تدير تقريبا حوالي 50 مينا في العالم، وكل مينا أفضل من الثاني. شوف 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 مخيم، مخيم ما تسوي فيها شيء، يعني متهالك أسوة بالبلد، البلد كلها متهالكة. يعني هذا اللي بيبقى؟ بلد متهالك هذا اللي بيبقى؟ لا طبيب، العاملين اللي هناك ما عندهم طبيب، اللي يطيح يصير فيه شيء شيله وانقل واطلع ويلا روح واضرب مشوار لاقرب مستشفى. ما عندهم حتى عياده، ما عندهم صيدليه، ما عندهم دير نفيس، ما عندهم جمعيه، ما عندهم. يبون يشترون ماي، يبون يشترون بيبسي، يبون يشترون شاي، يبون يشترون قهوه، يبون يشترون بسكوت، يبون في الدوام يداومون يوم بيومين او يومين باربعه. الناس اللي يجون المفروض يستثمر، المفروض تحط في السوبر ماركت عليها القيمه تستثمر للبواخر اللي جايه.
الناس جايين فترة طويلة الآن يبون يأخذون بسكوت جديد، بيأخذون حليب ما خرب طول الفترة هم في البحر، يأخذون ماء، يأخذون سندويشات، يأخذون ما في. والله المخيم قطية مخيم يرفضون، الشباب اللي يقطون في قطية مخيم يرفضون أن مخيمهم يكون بهذه الصورة. منظر متهالك إلى أبعد مدى، مقابر قديمة أكل الدهر عليها وشرب. وأحد أهم موانع الدولة الخليجية، الدولة الثرية، فاحشة الثراء الكويت، شوف شو سووا فيها. خذ أسماء اللي مستلمين الإدارة، تقول منظرها، تقول سكن عزاب كل شيء فيها ناقص. هي ليش نقول احنا تقول سكن عزاب؟ هي بالفعل فيها سكن عزاب. المينا، مينا عمركم شفتوا مينا في العالم فيه سكن عمال؟ عشان صاحب الشركة اللي ماخذ عقد داخل ما يبي يكلف على نفسه يجيب باصات ينقل عماله من برا ويأجر لهم شقق برا، ولا لا، ضبط امورك داخل المينا وسكن العمال. شوف 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 بعضهم تصاريح الدخول منتهية، بطاقاتهم منتهية، قاعدين ما يحتاجونها. صاحب الشركة ما يبي يأجر برا عشان لا يدفع مصاريف، ما يبي سيارات تنقل، ما يبي يدفع فلوس تجديد تصاريح، حطهم داخل. إدارة المينا بكل لا مبالاة وعدم مسؤولية خلتهم داخل. شوف الداخلية شلون قبلت، وزارة الداخلية شلون قبلته. شوف 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 المنظر، عمال داخل، لا حول ولا قوة إلا بالله، عامل داش هناك وقعد لفترة ما طلع. والله هذا أمنية شو تكون فيه؟ أبسط أبجديات الأمن ترفض الأمر هذا. أيضا مبنى مثل هذا، مينا مثل بهذا الحجم، يحتاج من الأساسيات أيضا، غير الصيدلية اللي قلنا لكم وغير الطبيب عيادة طبية وغير الجمعية، يحتاجون غواصين. لازم يكون عندهم غواصين، طاح واحد في البحر بين الحديد، طاح شيء أعاق البواخر وهي تصفط وهي تطلع، في شيء طاح حديد معين ولا شيء، يحتاجون إلى غواصين يشيلون الإنسان اللي طاح، يشيلون الحديد اللي طاح مثلا إذا طاح شيء في البحر، ومتواجدين، المفروض يكونوا متواجدين 24 ساعة كحال كل الموانئ في العالم، أبجديات الموانئ في العالم. شو اللي سووا ربعنا؟ بنوا، سووا كيربي للغواصين، قالوا هذا المقر للغواصين، وهذا هو يصفر، ولا فيه ابنهم ولا فيه اللي يقول لا إله إلا الله. مبنى خاوي ينعق فيه البوم، البوم حتى يمكن يقرف منه، صار له 6 أشهر ولا فيه ولا غواص، ولا جابوا غواصين، ولا الإنسان اللي يطيح هناك يطيح. حظ عاد، قراد حظ أنه صار فيه مين الشعيبة، وبكل لا مبالاة ما في مبنى غواصين. أعتقد أن المينا الوحيد في العالم، ما أدري عن الصومال. أيضا كيربي، الشركة نفسها اللي ماخذة للعمال قبل شوي، عندها كيربي على الرصيف نفسه، على الرصيف، ما يبي يبعد ورا، لا لا لا، يبي على الرصيف ويعيق الحركة، ومع ذلك قاعد على الرصيف ويسحب كهرباء، بعد ما يبي يدفع كهرباء، يسحب كهرباء من كرين قديم هناك، قاعد يسحب من الكهرباء. كل هذه في الترهلات. نقطة أيضا مهمة جدا، وهي أن هناك خرمس ظلمة، تمشي على البركة، على عندك جهاز شغل الليت اللي بالجهاز موبايلك عشان تشوف، أو ليت سيارة. مينا بهذه الأهمية ملاصق لمصافي نفط يمينة ويسارة، وإذا عايش على إنارة يعني البواخر، عايش نفس المينا المفروض فيه إنارة للبواخر، شوفوا حالته. أعطونا الشب شوف الشبة اللي تولع ليت عشان البواخر تجي وتدش المينا، طايحة صار لها فترة ولا حد عبر فوق الشارع. وشوفوا بعدين بنصورها لكم عقب فترة، نشوف شالوها ولا ما شالوها. هذا تصوير من النهار،
ترى الشبة هذه هي اللي معتمد عليها الميناء عشان ترشد البواخر، يجون البواخر يشوفون الإضاءة ويجون طايحة، ولا حد عبرها، ولا أمنيا يعني بحريا أساسا يحتاجون لهم إضاءة البواخر، ولا عمك أصمت ما حد فاضي، انهب بس حط فيه، بنجيب على شوي بنتكلم عن هذا الموضوع. المينا يصدر ويستورد، يستورد اسمنت، كبريت، او الكبريت يطلع من المصافي، فالمواد اللي في المينا دائما اسمنت وكبريت واملاح، ويعني بعض المواد الكبريت هناك لسوء حظنا ماخذ وضعه وماخذ راحته، متناثر على الارض. شوف شوف كل هذه بسرعه صوره. هذا الكبريت اضافه الى انه خطر على البيئه، اترك الخطر على البيئه الان، البيئه اي واحد يمر يم الكبريت هذا ويولع ولاعه قبت الدنيا. كبريت هذا ما هو لعب، كبريت شوف 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 الكميات، شوفوا يا بلد، شوفوا يا ناس. الحكومة ما راح نوجه الكلام للحكومة، كبريت متناثر يمين ويسار، غير أنه أمر مقرف هذا المينا وهذا التهالك. شوف الخطر، الأمن والسلامة، بل مينا مظلم، مينا حساس، على يمينا موانئ نفطية ومصافي نفطية، يجب أن يكون فيه مبنى لأمن والسلامة، ويجب أن يكون عدد العاملين في الأمن والسلامة عدد كبير جدا. الشباب ما قصروا، إدارة الموانئ اللي هو مجلس إدارة الموانئ حطوا مباني للأمن والسلامة. وين حطوها؟ المفروض يفرقونها يوزعونها في 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 الميناء، لا لا كودوها كلها في مكان واحد. ما أدري هي مناقصة، ما أدري شنو هي. عندنا الفيديو يا شباب، أبي وياي أثناء الحديث. هذه كل مباني هذه أيضا نفس مبنى الغواصين، فاضية خرمس خرمس. هذه المفروض متوزعة على نقاط معينة ومدروسة أمنيا، ويكون فيها ناس من الأمن والسلامة يطلعون في دوريات 24 ساعة على مدار الساعة، لأن هذا ميناء هام جدا. على يمينك مصفات نفط حذفة عصا، وكم متر على يسارك مصفات نفط، إضافة إلى أن منفذ هو أساساً منفذ، وعلى يمينه ويساره مصافي نفط، ولا أحد من الأمن والسلامة. كيربي مجمع مكود في زاوية، ما أدري هو مناقص ولا شنو، محطوط في زاوية ولا في أحد، فاضي. والله يا اللي يجي من الباخرة في أسهل من السهولة وأسهل من شرب هالماء يطلع من الباخرة الكويت، وبقول لكم الآن شلون، وبنوريكم الفيديو شلون. أغلب البواخر من وين تجي؟ تجينا من الجارة المسلمة المسالمة إيران. تعرفون إيران ما عندها يعني ما تحب شبكات التجسس، ولا تحب تصدر ثورتها، ولا تحب تقلق أمن الدول المجاورة. أكثر البواخر تجينا من هناك، رايحة جاية هالبواخر الإيرانية، سرداد مرداد للميناء. وبهذا الضعف الأمني، ولكم الخيال، البواخر تجي، عقب ما تجي البواخر شو يصير؟ التعبي في الشاحنات. عندنا الفيديو شباب، هذا الخروج، اي لا انا ابي التعبي عموما، وقفوا لي هذا، وقفوا لي هذا. تجي البواخر تعبي بدون اي رقابه، تعبي من الباخره الى الشاحنه بدون اي رقابه، ولا فيها ولا احد يراقب هذا اللي قاعد يصير. شو اللي قاعد يصير؟ عمال جايين باخره مثلا ايرانيه، والعمال اللي هني سايق تريلا بنغلاديش ولا هندي ولا اللي هو ولا سوري ولا اي جنسيه، يعبوا له ولا بدون اي رقم، ويطلع. وهنا الكارثه، يطلع من الباب بدون اي تفتيش، ينزل بعضهم احيانا يوقع الورقه من العسكر اللي على الباب، والعسكر اللي على الباب ودش. 1200 شاحنة في اليوم، قول 1000 شاحنة بريئة نظيفة،
تحافظ على الأمن. 1100 مية شاحنة تدخل وتطلع فيها شر. ما نبي نقول 100، ما تبون 100، 50 شاحنة يوميا خطر. والله لو أحد حط من الباخرة نزل صناديق، ترى الميناء البحري أخطر بكثير من الميناء الجوي. الميناء الجوي ما يقدروا ينزلون صناديق وبلاوي، هذه بروحك ما عندك أحد هناك في الشعيبة ظلمة وخرمس، خذ هالصناديق هذه وحطها، أسلحة، قنابل، اللي تبي سوي اللي تسوي، هرب اللي تهرب. أشخاص ركب واحد ويا السايق تحت بس خليه ينبطح، إذا وصلوا البوابة والله اللي يطلع عادي عادي. جاهز فيديو عندنا للشاحنات شباب، خلي وراه بنطلع وراه السيور. إذا ما يبي يطلع، ما يبي يطلع، واحد يبي يهرب جاي من إيران ويبي يهرب مثلا، أنا ضربتكم مثال بإيران، ولا أحد يقول له وين رايح في داخل الشاحنة. إذا يبون هربون صناديق، أسلحة، قنابل، اللي هو والله ما حد يعرف شو اللي داخل، ولا حد فتش أساسا. تنزل من الباخرة أنت وضميرك، أنت اللي في الباخرة تبي تنزل تمشى، ولا أحد يقولك وين رايح، ولا أحد يقولك وين رايح. بمعنى ما حد يقولك وين رايح، تبي تروح للمصافي أقولك شلون تروح للمصافي. شوف هذه اسمها السيور اللي تنقل عليها، ينقل عليها اسمنت، ينقل عليها الكبريت. السير هذا ممتد من المصفاة إلى الميناء. تبي تروح المصفاة، اصعد مع السلم هذا، شفتوا الشبرة اللي فوق، وامش باتجاه اللي تبي، يا تبي الميناء يا تبي المصفاة، وروح لين يقطك داخلها، ينزلك داخل المصفاة بكل راحة. وانت جاي من الباخرة عندك اللي عندك في ايدك من اي مواد خطرة، اصعد السلم الله لا يهينك 20 درجة ولا حولها في الغرفة، ونزل روح للسير هذا. السير يمشيك لين ينزلك، شوف السيور، سير يوديك للمصفاة هذه، وسير يوديك للمصفاة اللي على اليسار، وسير يطلعك برا. شوف شوف شوف، يوديك ليه يقطك داخل المصفاة. ولا أمن ولا حسيب ولا رقيب. شوف معرضة الكويت أمنيا، تحس انها مخلخلة. شوف شوف شوف، تبي تطلع برا تطلع برا، امش مع السير اللي رايح يقطك برا 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 بدون اي احد يسلك. تبي اذا ما طلعت مع واحدة من الشاحنات اللي قبل شوي شفناهم يمرون البوابة، ما في رقابة اساسا من الباخرة الى البوابة لين تطلع برا. واحد مطلوب أو ممنوع دخول الكويت يجي عن طريق الميناء، يجي عن طريق أي باخر، يدفع للقبطان، يدفع للشركة، شركة الباخرة هذه، ويجي وياه بسهولة، وياه أسلحة، وياه شلي وياه. وبعدين يجيك واحد هني، نستغرب نقول ليش قالوا بعض الناس اللي يهددون أمن البلد سيوفنا في أغمادها. نقول أن سيوفنا في بيوتنا في خمدها تنتظر سيدي مولاي صاحب الزمان، فلا يتجرى علينا أحد حتى تسحب هذه السيوف من خمدها، من خمدها، حتى لا تسحب هذه السيوف من خمدها. والله أي واحد يهدد البلد أيا كانت طائفته ولا أيا كانت قبيلته ولا أيا كانت فئته، أصدقه عقب المعلومات اللي شفناها من الشعيبة وسمردحه، لا والله أي واحد يقول سيوفنا في غمدة أقول صادق، لا بالله صادق. الأمريكان لهم قسم هناك في من الشعيبة، إذا شنبك على زلمة روح قرب قرب قرب، لا حتى أنت كويتي ها ومسؤول، حاول تقرب، همرات وأسلحة وتعال تعال يلا، أسلاك شايكة، طوفة عالي، أمنين، كل الأمور أندر كنترول، فيك خير، تقول أنا فيني نعرة وفي راسي حب، يلا مر مر قدام الأمريكان، ماخذينهم جزء من الميناء، الباقي ما لهم شغل فيه. وخر متعد معسكر الأمريكان ومكان الأمريكان مترين أو ثلاثة، سمردح سمردح الكويت. أبطال في شنو؟ مركزين على شنو؟ مركزين على جزئية
هبش الملايين. في كرانات سابقا ثلاث كرانات صارت قدم قالوا بنشتري جديدة، هني ربعك يطلعون الربع، قالوا بنشتري ما نبي نشتري ثلاث نشتري ست كرانات. كم قيمته برا يا جماعة؟ قيل بأن قيمته 3 مليون. ست كرانات في 3 18 مليون. تم شراء ست كرانات، الكرين الواحد مو 3 مليون، 11 مليون الكرين الواحد، 66 مليون دينار. 66 مليون دينار على ثلاث على ست كرانات. البلد تحتاج ثلاثة، المين يحتاج ثلاثة، خلينا نقول يحتاج ستة، بدل ما هو 3 مليون صار صار 11 مليون الواحد. ولا تيأسوا من وطنكم ولا تيأسوا من أنفسكم. أوجه السؤال لأعضاء مجلس الأمة على رأسهم مرزوق الغانم، حرام ولا محرام يا أبو علي أن تجي شركة وتأخذ تشتري كرانات ب 11 مليون الواحد؟ حرام ولا محرام يا أبو علي؟ أرجو أن أنت تفتح تحقيق في هذا الأمر، تشوف كم قيمة الكرين هذا برا وليش جاء الكويت بهذا السعر. أحد الشرفاء في كل مؤسسة قلنا لكم فيها شرفاء، الحمد لله الكويت ما تخلو، يعني الكلام هذا ما أقوله يعني بس مجرد تصبير للناس، لا هذا الواقع. لو لا هم يعني ما حصلنا على بعض المواد، بعض المواد حصلنا على من فلان وبعضها من فلان آخر وبعضها من فلانة، أو بعض هؤلاء الشرفاء يتواصلون وعندهم قدرة أن يطلعون، بعضهم يقول لا والله أنا ما أقدر أطلع، أخذوا المعلومات ولا أقدر أطلع. أحد هؤلاء الأحرار الشرفاء الكابتن عصام المذن، حياك الله كابتن. مساك الله بخير، حياك الله اخوي، واحييك واحيي مشاهدينك الكرام واحيي قناتك الكريمه. الله يطول عمرك يا على عرض الصور هذه اللي صراحه تثير قريحه الاعمى قبل البصير. صحيح. ابي كابتن ناخذها من الجزئيه الاخيره، الكرانات هذه قيل لي بان الكران قيمته 3 مليون دينار، هل هذه المعلومه صحيحه وتم شرائها ب 11 مليون؟ والله على حسب علمي بان قيمه الكرينات هذه تقريبا 66 مليون وهي عباره عن 7 كرينات. 7 ولا 6؟ اعتقد اي 7 كرينات، واعتقد انها يعني ان المبلغ مبالغ فيه جدا، يعني مبلغ مبالغ فيه. الموضوع هذا المناقصه صارت لها سالفه من مده سنتين وكان في تضارب على الاقوال، ولكن قيمه 66 مليون ان انا اشتري 7 كرينات اعتقد ان انا ماني محتاجها الحين في الوضع الحالي هذا، نظرا الى قلة عدد السفن الحاويات اللي في الكويت، وذلك بسبب قلة الخدمات. قلة الخدمات، الخدمات مو يعني موجودة في الميناء؟ ما فهمت شلون قلة الخدمات. يعني اليوم انت عارف ان جبل ميناء جبل علي يدير 54 ميناء في العالم، فيقول لك انا الكابتن بدل لا اطق طريق الكويت وقلة خدمات ويعني مشوار، انا انزل في جبل علي وابتدي عاد انزل سفن صغيرة تروح الى الكويت. لذلك اليوم انت لما تشتري ب 66 مليون يعني كرينات، اعتقد ان اليوم هذا الرقم جدا عالي ومو محتاجين هذا. يتم استخدامها كلها دكتور كابتن؟ يتم استخدام نعم. الكرينات هذه 7 الكرينات هذه؟ لا والله الان انت تستعمل 3 والطامه الكبرى انك لا تستطيع ان تستعمل 7 مره واحده، لان قوه الكهرباء لا تتحمل 7 كرينات، اذا شغلت تفصل الكهرباء. يعني انت جبت شيء ونسيت شيء، والان هم بصدد بناء محطه توليد كهرباء عشان تستقر هذه الكرانات. يعني انت شريت وخسرت وحطيت الكرانات وانت اساسا ما عندك توليد كهرباء. يا الله ما تستطيع انك انت تشغل 7 في وقت واحد. بس طبعا اذا 7 كرانات مو 6 كرانات، 7 كرانات. انا بالنسبه لي ان الامن والسلامه هو اهم شيء. انا جايك في الامن والسلامه. البواخر توصل تعبي الشاحنات، هني لازم يكون متواجد امن سلامه، ولا من الموجود، ولا الداخليه، ولا من؟ اخوي محمد، دائما دائما في اي ميناء في العالم لما يجي مركب على الرصيف هناك مراقبه يسمونها المناوله، يشاهد مناوله البضاعه، وفي نفس الوقت يكون موظفين من الامن والسلامه اولا انه يطالع طريقه التنزيل والتفريق، شنو نزل، نفس البضاعه ولا مو نفس البضاعه. اثنين، يراقب الموظفين هل هم لابسين السيفتي ولا مو سيفتي. بعدين حتى الشاحنات هل هم واقفين يعني بطريق سلام ولا لا.
ومو معقوله تيجي انت تنزل سميت نصه بالبحر ونصه على الارض. فالامن والسلامه وظيفتها اضافه يعني الوزن ايضا امن وسلامه الموظف، امن وسلامه السايق والعمال. لكن هذا الشيء مفقود عندنا. اثنين كذلك مناوله البضائع. يعني انت حضرتك مساء شو تقول؟ تقول انه ممكن ينزل بضاعه ويحط معاها شيء ثاني، ممكن فعلا يحط معاها جنطه سلاح شيء ما حد يدري عنه. لذلك لازم في امن وسلامه. الادهى والامر في الموضوع ان احنا عندنا مناقصه امن وسلامه لكن سوريا فقط، ماكو موظفين، بس مجرد شفرات والموظف قاعد ببيته. احنا اليوم يعني نعيش بفساد ما لا نهايه. ولكن احنا نتامل من وزير المواصلات الحالي ومجلس الإدارة الجديد الذي ضمنوا من مدة أسبوع أن يمشون بمسيرة طيبة إن شاء الله مثل ما وعدونا. وأعتقد أن نهاية الفساد إن شاء الله سوف تبتدي من هذا الشهر. تراهن يا كابتن، تراهن على الهواء أنا وياك، تراهني إحنا الحين أي شهر؟ إحنا خلصنا شهر مارس، ها الوعد أنا وياك شهر 1/5، تراهني إنه ما راح ينجز، يعني ما راح يستكمل جزء الامن ورا راح تبنى البنيه التحتيه. انا وياك راح على الهواء في مجلس الاداره الحالي. أي. هو اخوي احمد مشعل الاحمد، اعتقد هو اللي كان قال مع تقدير الاسماء، مع الاحترام للاسماء، انا اكلمك على انه ينجزون او ما ينجزون. أي. مجلس الاداره مع وزير المواصلات. لا انا راح اعطيك سبب معين تضمنهم انه يقدرون. تراهني على انه ما راح يسوون شيء. لا عفوا، لاول مره بالتاريخ يتم تحويل شركه الى النيابه، هذا رقم واحد اللي هي الكي جي ال. اثنين اي بس ما حولت بناء على امن محمد العصفور امس تم تحويله الى النيابه على صفقه الصندوق الاستثماري. وهذا خبر لاول مره، يعني يمكن الناس ما تدري عنه. امس تم تحويله الى النيابه، وانت كما تعرف ان محمد العصفور كان نائب رئيس مجلس اداره المواني في الفتره اللي طافت. صحيح. وهو من قام بتوقيع عقد اللي هو صندوق الاستثماري. تحدثنا عن هذا الامر في 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 برنامجنا كابتن، تكلمنا عنه مرتين في حلقتين، ووصلتنا اخبار من الناس اللي قدموا شكوى ان كانوا بيحاسبون الناس اللي قدموا شكوى، لكن الان الحمد لله تم ايقاف على العمل وحيل الى النيابه الان. شكرا لك كابتن. اذا بضيف لك شيء في دقيقه. انه انهى من مجلس الاداره واتوا بمجلس اداره جديد، ومحمد العصفور امس تم تحويله الى النيابه. أخبار جميلة. عيسى الكندري هذا الكلام يعني ماشي. شكرا شكرا لك كابتن. وهذه أول مرة أنك أنت تحول مسؤول المؤسسة إلى النيابة. شكرا شكرا لك كابتن. جديد كابتن عصام المذن، شكرا لك من شعيبة. ونأمل إن شاء الله، يعني كابتن عصام معول على مجلس الإدارة الجديد، عنده رؤيته. أنا واحد من الناس والله لا أعول لا على مجلس إدارة ولا على حكومة ولا لا وزير مواصلات ولا عارف كيف تدور البلد، بياخذون مناقصات ورقيه وصوريه، وهذا اللي راح يصير كالعاده، الا اذا خيبوا الظن، باذن الله يخيبون الظن. شكرا، نلتقيكم ان شاء الله في حلقه مقبله، قد تكون في خارج يوم الاثنين على حسب متى يطلع مشروع الائتلاف، في الوقت اللي يطلع يا ناخذه بكره ثاني يوم او ثالث يوم على حسب الوقت اللي راح نشوفه مناسب. التقيكم ان شاء الله في الحلقه المقبله.